بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم خالد سيدي 20. الفيديو راح أشرح طريقة إعادة تثبيت السيديا إذا حذفتها بالغلط أو انحذفت بسبب أداء عندك عند التثبيت. في البداية راح نحتاج من السيديا برنامج اللي هو فيلزا، لازم يكون عندك مثبت. إذا أنت عملت جبريك الجهاز، أول شيء ثبته فيلزا، ثم ترمينال ام ترمينال، طبعا كلها من السلطات الرسمية في السيديا. بعد تثبيت الفيلزا ام ترمينال راح نحذف السيديا عشان تكون تجربة واقعية عندك. إزالة، الآن عملنا حذف للسيديا. الخطوة الثانية راح تدخل على سفاري، تحميل السيديا آخر إصدار، إن شاء الله أحط الروابط مباشرة في الوصف الفيديو. أول شيء نحتاجه اللي هو هذه هي سيديا أبروج آخر إصدار اللي هو 1.1.12، فتح ثم فتح في فيلزا، نرجع مرة ثانية للموقع، حمل السيدة آخر إصدار اللي هو 1.1.27، هذا هو، ثم فتح في فيلزا. كذا عملنا تحميل للملفين اللي نحتاجهم. بعدها راح تسوي تحرير ثم نسخ للملفين، هذا هو الملفين، ثم نضغط على الموبايل. هنا راح نعمل لصق للملفين، كده خلصنا من تحميل ونقل الملفين للمسار الصحيح اللي هو فار، راح تكون فيه فار ثم موبايل، هذا هو الملفين. بعدها راح نحتاج الترمينال، راح نعمل أمرين لإعادة تثبيت السيديا. في البداية نفتح التيرمينال، ثم تكتب SU لعملية الدخول الروت، ثم بعد كتابة SU اضغط على Enter. بعد اكتب الباسورد، إذا كان الباسورد الافتراضي اللي هو الباين، أو إذا كان أنت عامل لك باسورد اكتبه. راح نعمل كتابة الباين هو الباسورد الافتراضي، ثم ريتير. بعدها راح نحتاج لكتابة الأوامر، راح تكون أوامر إن شاء الله في وصف الفيديو. مجرد ما تعمل نسخ ولصق للأمر، هذا أول أمر تسوي نسخ، راح تكون إن شاء الله في وصف الفيديو. نرجع من جديد، هنا أعلق على الشاشة عملية اللصق للأمر باست، ثم اضغط على زر ريتين بالكيبورد. كده خلصنا من اول امر، راح نرجع للامر الثاني نسوي له نسخ. نفس الطريقة اعلق على الشاشة لعملية لصق الامر، ثم اضغط على باست. بعدها الامر الاخير اللي هو UI KA يوكيش، هذا الأمر، اضغط على ريتير وانتظر حتى تتم العملية، نكتب من جديد يعني.
راح تكون 3 أوامر اللي استخدمناها راح تكون إن شاء الله في وصف الفيديو. خلص الأمر من كذا، عندك السيديا رجعت من جديد. هذه أسهل طريقة وأضمن طريقة لعملية إعادة تثبيت السيديا إذا انحذفت عندك من الجهاز بالغلط، أو إنك بسبب أداة حملتها وثبتها عندك. كان عندك أي سؤال استفسار رسلني في تويتر سيديا 20 وأسعد الله وبركاته.